درس قراءة بعنوان قطرة ماء. طبعا ده الدرس الثاني في الوحدة الثانية بعد ما أخذنا درس توفير الكهرباء. إن شاء الله هنبدأ النهاردة في درس قراءة جديد، درس قطرة ماء. النهاردة إن شاء الله نبدأ قراءة الدرس. اجتمعت الأسرة تشاهد التلفاز، فجذب انتباهها مشاهد لإهدار ماء النيل. فغضب الأب والأم، قال باسم وبسمة: لماذا غضبت يا أبي؟ لماذا غضبت يا أمي؟ قال الأب: النيل مصدر الحياة، من مياهه نشرب ومن مياهه نروي الزرع. قالت الأم: علينا أن نحافظ على كل قطرة ماء. قال الأب: كيف نحافظ على كل قطرة ماء؟ قالت بسمة: لن أفتح الصنبور كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين. قال باسم: سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد، ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر في المياه. قال الأب: وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. قال باسم: سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء. قالت بسمة: وأنا أيضا. قال الأب: أحسنتما، فقطرة الماء تساوي الحياة. قالت الأم: قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كده يا حبايبي خلصنا قراءة الدرس. نبدأ بقى إن شاء الله ناخد بعض المفردات الجديدة، مفردات الدرس الجديدة، الكلمة ومعناها، ونتكلم برضو عن الكلمة ومضادها، والكلمة ومفردها، والكلمة وجمعها. نبدأ بالكلمة ومعناها. تشاهد، معنى كلمة تشاهد ترى. جذب، شد ولفت. إهدار، تضييع. غضب، كلمة غضب طبعا نخلي بالنا من نطقها بكسر حرف الضاد، غضب بمعنى سخط. مصدر، أساس. نروي، نسقي. نحافظ، نعتني. كلمة الإسراف بمعنى التبذير. نقول كلمات تاني، ويريد طبعا نحفظ الكلمات دي لأنها مهمة جدا. تشاهد، معنى كلمة تشاهد أخذناها قبل كده في دروس سابقة بمعنى ترى. جذب بمعنى شد أو لفت، لفت انتباه. إهدار بمعنى تضييع. غضب، سخط. مصدر، أساس. نروي، نسقي. نحافظ، نعتني، أو تمشي برضو كلمة نحافظ بمعنى نهتم. الإسراف، الإسراف هنا بمعنى يا أولاد التبذير. ممتازين. طيب نخش على الكلمة ومضادها قبل ما ناخد الجمع والمفرد. الكلمة ومضادها، عارفين ان مضاد الكلمة يعني عكسها. اجتمعت مضادها افترقت. جذب مضادها دفع او نفر، تمشي الاثنين. غضب رضي. قال سكت. الحياة مضادها الموت. نشرب مضادها نظمأ. نحافظ نهمل. كاملا، لما كان باسم بيقول لن أفتح الصنبورة كاملا، كاملا مضادها هنا ايه؟ ناقصا. أوفر أسرف. تحت فوق. الإسراف اللي كان معناه ايه لو فاكرين؟ الإسراف كان معناه التبذير، يبقى هنا مضادها ايه؟ الترشيد. أفتح أغلق، ده كان الكلمة ومضادها. طيب نخش على الكلمة، بعض جمع الكلمات اللي عندي، الكلمات المفردة ونجيب جمعها، زي الأسرة.
جمع الأسرة الأسر، الأبو، وخلي بالنا من نطق كلمة الأبو لأن احنا هنا الباء مش عليها شدة زي كلمة الأم، لا هنا الباء مش مشددة، فاحنا بنقولها ايه يا ولاد؟ الأبو. جمع الأبو الآباء، مصدر مصادر، الأم الأمهات. جمع الحياة الحيوات، جمع كلمة الزرع الزروع، جمع كلمة ماء مياه، قطرة قطرات، الصنبورة الصنابير، وجه وجوه. كلمة إناء جمعها أواني أو آنية، أوان أو آنية، يعني ممكن هنا نحط تحت حرف النون كسرتين أوان، وطبعا تمشي برضو أواني بالياء. كوب، كلمة كوب جمعها أكواب. طيب بعض الكلمات الجمع اللي جت في الدرس ونجيب مفردها زي كلمة الفواكه، مفردها يا ولاد الفاكهة. أسنان مفردها سن. زملاء مفردها زميل. المسرفين مفردها المسرف. تمام، قلنا الكلمة مضادها. طبعا احنا لما بناخد الكلمة مضادها والكلمة ومعناها والكلمة وجمعها ومفردها بنقدر نخش على استراتيجية من استراتيجيات اللغة العربية اللي هي خريطة الكلمة. ممكن لما عرفنا معنى الكلمة ومضادها نقدر نعمل لها خريطة، والخريطة بيطلب مني معنى الكلمة ومضادها ونوع الكلمة، وطبعا ممكن نضع الكلمة في جملة زي الكلمة اللي قدامنا دلوقتي كلمة انتباه. انتباه معناها هنا ايه؟ اهتمام او تركيز. مضاد كلمة انتباه غفلة. طيب نوع الكلمة، طبعا نوع الكلمة دي كنت انا بعملها ازاي؟ لو انتوا فاكرين احنا كنا بنقول بنحط في اول الكلمة الف ولام، اذا قبلت الالف واللام تبقى الكلمة ايه؟ اسم. طيب اذا لم تقبل ندور بقى اذا كانت الكلمة فعل وايه زمن الفعل اللي معانا. هنا كلمة انتباه، لو قلت الانتباه تمشي، يبقى الكلمة هنا ايه؟ اسم. نوع الكلمة اسم. نضع الكلمة في جملة زي اي جملة ممكن نجيب فيها كلمة انتباه، المهم ان الجملة تكون لها معنى تام، زي جذب المعلم انتباه التلاميذ. تمام، نشوف كلمة اخرى. كلمة جذب برضو هنا احنا بنجيب خريطة الكلمة، طبعا المفروض يبقى هنا كلمة المعنى، هنا المضاد، هنا النوع، وهنا الجملة. وممكن يجي كلمة ما يكونش طالب معناها او مضادها، يكون كلمة طالب مثلا جايب لي هنا ايه؟ المفرد او الجمع، يعني مش شرط كل مرة في السؤال هيجيب لي المعنى والمضاد، ممكن احنا نجيب جمعها او مفردها لو هو طلب ذلك، لو السؤال طلب كده. طيب كلمة جذب او ايه معناها؟ شد، زي ما قلناها في المعاني. مضادها نفر، نفر. طيب نوع الكلمة الجذب، الجذب، لا طبعا مش هتنفع لان جذب هنا فعل ونوعه ماض، فعل ماض ممتازين. جذب أمير المنظر الجميل، جملة جميلة. ممكن نقول جذب فادي، نقول جذب عمار. ها مركزين؟ طبعا احنا كنا بنستخدم أسماء الأولاد وأسماء البنات اللي معانا في الفصل، جذب عمار، جذب فادي، أو أي ولد ممكن يضع اسمه مكان أمير. طيب كلمة أخرى إهدار، كلمة إهدار اللي كان معناها إيه؟ تمام، المعنى تضييع، المضاد محافظة. طيب محافظة، نوع الكلمة اسم. جربت معاه الألف واللام أو التنوين، التنوين اللي كان بيجي في آخر الاسم، إهدارا إهدار إهدار أو الإهدار. طيب هنا الجملة ممكن أقول إهدار الوقت لا يفيد، يبقى أنا كده عملت خريطة لبعض الكلمات اللي عندي، لان ان شاء الله ده برضو هيكون مطلوب منكم في الواجب ان احنا نعمل خريطة لبعض الكلمات اللي هطلبها منكم في نهاية شرح الدرس. خريطة الكلمة، كلمة اخرى كلمة الاسراف. معنى الكلمة هنا ايه؟ مجاوزة الحد، انه يتجاوز الحد. مضادها الاعتدال. طيب نوعها، طبعا هي طبيعي هنا في اولها الالف واللام، اقدر اقول ان نوع الكلمة هنا ايه؟ اسم. ممتازين. جملة على كلمة الإسراف، أمرنا، وطبعا في هنا همزة، أمرنا الدين بعدم الإسراف. أمرنا الدين بعدم الإسراف، ربنا سبحانه وتعالى هنا طبعا الدين
ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نسرف، عدم الإسراف. في آية قرآنية بتقول قال تعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز زي ما الآية جت في آخر الدرس، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. طيب نخش على استراتيجية تانية، استراتيجية شبكة المفردات. بعض الكلمات هنعمل لها شبكة، وهنا شبكة المفردات بتختلف عن خريطة الكلمة، في ان خريطة الكلمة كنا بنجيب المعنى والمضاد والنوع والجملة، لكن هنا شبكة المفردات هنجيب زي ما عندنا الصياد بيكون له شبكة بيصطاد بيها السمك، هنا الكلمة برضو احنا بنجيب لها كلمات ها تمشي معاها او كلمات لها علاقة بيها. زي مثلا النيل، النيل بنشوف فيه ايه؟ بنشوف فيه اسماك، النيل طبعا اللي هو نهر النيل، بنشوف فيه مياه، وبنشوف فيه سد، تمام، السد العالي. وعندنا برضو صياد، السد العالي موجود في نهر النيل، صياد بيصطاد اسماك، مراكب، سفن، ضفاف، النيل الماء فيه ماء عذب، كل دي ممكن نجيبها على كلمة النيل. طيب كلمة اخرى زي كلمة الزرع، الزرع يقول لي فلاح، مياه، فاكهة، خضروات، خضروات، ازهار، سماد. طبعا هنا كلمة خضروات ده في الف هنا، معلش دي خطأ مطبعي، سماد، ارض، غذاء، انتاج، محصول، اخضر، حبوب، كل دي كلمات لها علاقة بكلمة الزرع. طيب هنا شبكة ولا خريطة؟ لا شبكة طبعا، شبكة لكلمة المياه. المياه هنلاقي فيها اسماك، بحر، لان المياه بتبقى موجودة في البحر او في النهر، بحيرة، وحاجات تانية كتير يعني. عيون، المياه لها علاقة بالعيون، ابار، امواج، مالح، امطار، عذب، جزيرة، كل دي كلمات سهل جدا ان احنا نطلعها على كلمة المياه ونعمل لها شبكة. استراتيجية اخرى من استراتيجيات اللي بنستخدمها هنا في الشرح، استراتيجية عائلة الكلمة. لو قال لي اكمل عائلة الكلمة، سؤال ممكن يقول لي اكمل عائلة الكلمة، وجبنا هنا كلمات من الدرس بتاعنا درس قطرة ماء، لما اقول اجتمعت، اجتمعت هنا اقول ايه؟ اجتماع، مجتمع، يجتمع، جماعة، نجتمع. لو ركزنا على الكلمات اللي انا جبتها هنا، الكلمة اجتمعت هنلاقيها كلها من نفس الكلمة، نفس يعني نفس لفظ الكلمة، مش بنجيب كلمات جديدة. اجتمعت دي فعل، فعل ماضي طبعا، هنقول يجتمع فعل مضارع، نجتمع ممكن نجيب الافعال المضارعة والفعل الامر ونجيب منها اسماء. طيب هنقرأ بقية الكلمات، مشاهد، مشاهدة، نشاهد، شاهد، مشهود، شهود، اهدار، ممكن نقول مهدر، يهدر، هدر، هدر الماء مثلا، منهدر، اهدر، هادر. وطبعا انت بتختار يعني الكلمات السهلة اللي بتيجي في ذهن الطالب بيختارها وبيكتبها، مش شرط يكونوا خمسة او ستة، ممكن يكون ثلاث كلمات بنكتفي بيهم، بس يكون الثلاث كلمات لهم علاقة بالكلمة نفسها او من نفس لفظ الكلمة. غضب، غاضب، يغضب، مغضوب، نغضب، اغضاب. نحافظ، محافظة، نحفظ، محفوظ، حافظ، محافظ. افتح، فاتح، نفتح، مفتوح، فتوح، مفاتيح. متجدد، تجديد، جديد، نجدد، إجادة، يجدد، جاد. استخدم، طبعا هي كلمة كانت في الدرس استخدام، منها استخدم، ممكن نقول مستخدم، يستخدم، نستخدم، استخدامات. ولو جات الكلمة استخدام يبقى نفس الإجابة. أطلب، طالب، يطلب، مطالب، مطلوب، وهنا طبعا كلمة هنا طلبة. مصدر، صادر، يصدر، نصدر، إصدار، مصادر. يبقى دي اسمها استراتيجية عائلة الكلمة كلها، وكأن مثلا بنجيب للكلمة عيلة، زي ما بنقول الأسرة أو العائلة بتكون من أب وأم وأخ وأخت وخال وعم وغيره، ممكن هنا برضو نعمل عائلة الكلمة، الفعل والاسم والمصدر. طيب نخش على استراتيجية المعاني المتعددة، كل ده شغل ممكن نعمله على الدرس بتاعنا. استراتيجية المعاني المتعددة بنجيب كلمة في أكثر من جملة، كلمة في كل جملة بيكون لها معنى مختلف عن الجملة الأخرى. لو قرأنا الجمل هنا
يجب أن نحافظ على كل قطرة ماء. طب شوفوا الجملة التانية، قطرة العين، قطرة العين تشفي من مرض العين. آه هنا كلمة قطرة اللي بين قوسين، وهنا كلمة قطرة بين قوسين. هنا كلمة قطرة كانت بمعنى نقطة ماء. لو ركزنا في سياق الجملة عشان نفهم معنى الكلمة، يجب أن نحافظ على كل قطرة ماء بمعنى نقطة الماء. قطرة هنا قطرة العين، اه هنا القطرة اللي بنشتريها من الصيدلية. آه المعنى هنا ايه؟ علاج للعين، قطرة بمعنى علاج للعين. طيب جذب، جملة أخرى، كلمة أخرى في جمل، ثلاث جمل هنا. جذب الولد الحبل نحوه، جذب المعلم انتباه التلاميذ، جذب الرجل الناس بأخلاقه الطيبة. طيب هل جذب في الثلاث جمل بنفس المعنى؟ لا طبعا، جذب في الجملة الأولى بمعنى سحبه، أي سحب الولد الحبل نحوه. جذب المعلم بمعنى شد المعلم انتباه التلاميذ. جذب الرجل هنا بمعنى سحر وفتن. طيب نشوف جملة أخيرة، نروي الزرع من ماء النيل. نروي الزرع من ماء النيل، هنا الجملة التانية نروي قصص شيقة في المكتبة. نروي قصصا شيقة في المكتبة، هنا نروي بمعنى نسقي، لكن نروي في الجملة التانية بمعنى نحكي، نحكي قصص أو نقرأ القصص. دي استراتيجية، ها فاكرين معايا اسمها ايه؟ استراتيجية المعاني المتعددة.